المشكلة الوحيدة اللي نواجهها في هالكروز كل شوية القبلة تتغير. الله يعينك، كل صلاة تشوف القبلة فين. فين القبلة؟ اها كذا باتجاه هذا. نصلي ونرجع لكم. اهلا، انت بدماغك يرتاح. هنالك قاعدتين في الحياة تقول: الأولى لا تهتم بصغائر الأمور، الثانية كل الأمور صغائر. طبقهم عشان ما يتبدل هالسواد يمال الشحم بالبياض. شكرا. اليوم تمشيتنا كلها بتكون في الكروز لين نصل عاصمة السويد. هات قهوة. مرحب، يلا حي. ابقاك الله يا ابو عبد الله. وش علومك؟ ابش نمت زين اليوم؟ لا والله. ليش؟ كل الليل دو 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 حنا وعدتنا دو دو، ولا انا فاهم شيء دو دو. نبغى عربي دو دو، لازم نمثل العربي هنا. كان قلت شغله محمد عبده ولا شيء؟ ما يعرفوا اللي ولا يعرفون. نزلهم ابو ناصر راعي تبوك وكلمهم وقالوا الوقت اللي تبغاه. اسالك بالله. اي والله نسيت. بعادي. ايه شغلكم الدي جي عربي. المترجم غزال. ها ثم نزلت ما اسمع غير يقولهم مزيك عربي مزيك عربي. وش قلت لهم انت؟ قالوا ابشر وابد، قلنا جروب، قلنا احنا معكم جروب عرب ونبغى يعني شوي حقوق نفسه مع الموسيقى العربيه وزي كذا يقول غزال. قالوا خلاص ابشروا، متى تبغون الساعه اللي تعجبكم؟ قلنا الساعه 3:30. اوه يعني الحين هوبي. عودتنا تقهووا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا عمي سعيد؟ خير ابشرك. انعم بهالجروب، مغر طالعين للبوفيه نازلين من البوفيه، طبق الرايح وطبق الجار وقهاوي. عن عمي سعيد يوم قلت الطبق غطى على بطنه. اشوف يا ابوي الكرشه كيف صايره. لا يا شيخ. شابط يا عمي، احنا ولد عمنا هذا غازي، رجل عطاه الله وكل المراجل حاز عليه، ما بقي له غير نبي ناخذ لك 15 ناقة مجهم نحطها لف مزرعة، نشتري له مزرعة ومن فلوس، والرجال الله مغني ويقدر كل شيء. في مرات ولا في بقعة ولا؟ الله الله. من يبغى يدير هالبلادي؟ أنا أدير. أنت تديرها؟ أيوه. أنت تدري بعربوك اللي عانها يم اللابة، كل يوم ضأمة كل منها حوار ولا ضايع منها ثنتين ولا ضايع. أخوي ما يدفع. انا بدير يعني بزنس عشان بزنس. حنا ما فلحت وبعركب اللي لها 20 سنه ما يبالك ببل. بس فارقوا يا عمي فارقوا. يا عمي روحوا دوروك بشغله وكوني شوف شغلته يا عمي. لا تقوموا تلفلفون تلفلفون حب الحما تلفلفون حال الحما. اسمع يا عمي، عارف البير وغطاء. اسمع يا عمي يا عمي، شفت نحطها يبشر ابوك يبشر رجال الخدام بكل شيء، تربع بالشمال وتصيف بالجنوب، والله يظل يدك المنصات مع الرجال يعني. لا 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 لا، ما انا بالمنصات ولا انا بالنص ولا بشيء. ما نبغى مو ثقيل يا عمي. خل ولدك بس يدفع والباقي ينزل. ما نبغى وكلا ولا دافعين. ما ندفع احنا، ما ندفع الغيرنا. اللي دفعنا تولانا شغلنا احنا. يدفع ما نوليه واحد ورا واحد. ونقول راحت وجات الحرامية. اجلس اجلس انت اجلس. يا عمي يا قلبي، الحين اخوك يقول المصلحة مدور، وحنا نتوكل للرجال علشان هو يستفيد. احنا نستفيد وعنده يصير عنده حلال. يا بوم حرام انا يا ابوي، احنا نكسب مصلحة. حرام انت المصلحة مدور يا ابوي. يا ترى ما قصدك حرمنا عايشين على الشغل هذا. المصلحة مدورة، بس العيشة هذه اللي فيها لف ودوران ما ندور. لا لا ما بيعك منا ما بي. احنا نديرها. احنا يا عمي قلبي ذبحت غلام. ما نباك انت ولا اخوي. ليه؟ شوفوا بعيركم وشغلكم. حلالنا ما لك فيه لزوم. ما هو صحيح. انت ما تفرزهم يا غانم، ما تفرزهم، احنا كيان واحد. لا ما تفرزهم. انت كبير. انت كبير. التمارين يا جماعة، يلا 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 تمرن تمرن. اطلع 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 يا بدر اطلع. دقيقة بتمرن. طيب اطلع تمرين واحد تمرين واحد برا تمرن. وين يلا تمرن يلا.
تشاركوننا بالاحتفال، انتم ما تشاركون. اوكي لازم توقفون هنا. قلت طيب احنا نبغى يعني اغنيه خاصه هنا. قال اذا خلصنا اشغلكم اغنيه. طيب العب يا عمي. تمرنوا تمرنوا يا جماعه. يا قلبي يا ابوي. طيب يا عمي سعيد. طيب طيب ابو شوق. ايوه ابو ساره. ايوه تمارين. راعي تبوك تلعب رفاحي انت ولا ويش؟ يا دكتور. لا خلاص يا ابوي هي حلا هي الشغله. اقول اطلع من هنا اطلع.